أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تدعم جميع السياسات والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المعروض من العقارات السكنية التي تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتم توفيرها للمواطنين، سواء من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أو عبر الشراكة المتميزة مع شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين في المملكة. نعم، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع عدد من الشركات العقارية بالمملكة، وذلك لبحث مستجدات توفير عقارات سكنية بأسعار تناسب قيمة التمويلات التي يتم توفيرها للمواطنين، بما في ذلك الوحدات والقسائم والشقق السكنية في مختلف المحافظات. وقد استعرضت سعادة وزير الإسكان خلال الجلسة أبرز مستجدات برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وما حققه من نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكنه من تلبية عدد كبير من طلبات المواطنين، منوهة إلى أن البرنامج ساهم في الوقت ذلك في نمو معدلات التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري. كما أكدت الوزيرة استعداد الوزارة لاستقبال كافة مقترحات وملاحظات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بما يسهم في تحقيق هدف زيادة عدد العقارات التي تقدم بأسعار ملائمة، مشيرة إلى أن الوزارة أحرزت تقدما على صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي سيوفر وحدات بأسعار ملائمة، مستعرضة المرحلة التجريبية للبرنامج المتمثلة في مشروع اللوزي والذي سيوفر 132 وحدة سكنية سيتم حصر الاستفادة منها على المستفيدين من التمويلات الإسكانية.